حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجل شهر تشرين الأول الماضي أكبر انخفاض في 20 شهرا للكميات التي استوردتها الهند من النفط العراقي. انخفضت الإيرادات من النفط العراقي إلى الهند عما يزيد على 900 ألف برميل يوميا. وواصلت شركة تكرير النفط الهندية شراء الخام الروسي للسعر المنخفض وعززت مشترياتها من خامات غرب أفريقيا. وتعتبر الهند ثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط في العالم. أكدت الملحقية التجارية الإيطالية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا بلغ 656 مليون دولار في العام الماضي. وبيّنت الملحقية أن حجم الصادرات العراقية لإيطاليا بلغ نحو 3.5 مليون دولار سنوياً، مشيرة إلى تراجع كبير في صادرات العراق إلى إيطاليا خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للأرقام المعلنة، فإن حصة صادرات العراق من التبادل التجاري مع إيطاليا تبلغ نصفاً بالمئة. أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة عن نية إيران زيادة حجم الصادرات إلى العراق لتبلغ 10 مليارات دولار في أوائل العام المقبل. ونوهت الغرفة إلى أن قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق كانت نحو 9 مليارات دولار. وأشارت الغرفة إلى هبوط نسبة الصادرات الإيرانية إلى كردستان العراق بسبب القيود الجمركية والسياسات التي وضعتها حكومة كردستان العراق فيما يخص المصدرين الإيرانيين. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط وإحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة. وبحسب الهيئة، فإن الحاويات 8 تحتوي معدات لمعمل حديد والصلب معدة للتهريب، كما إن كتاب الإعفاء منتهي الصلاحية. وكذلك لم يتم تنظيم كتاب حراسة جمركية للبضاعة، ما يعد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. أكدت المفوضية الأوروبية أن منطقة اليورو تواجه شتاء قاتما مع توقعات بانخفاض مستويات النمو مع استمرار زيادة التضخم. وأشارت المفوضية إلى وجود تقلص وانكماش اقتصادي خلال الربع الأول من العام القادم وسط حالة من ضغوط أسعار الطاقة المرتفعة وتآكل القوة الشرائية. وقالت وكالة بلومبرغ إن دول الاتحاد الأوروبي تواجه اقتصاداً ينهار تحت وطأة التضخم الساحق الذي وصل إلى أعلى مستوى له في شهر تشرين الأول الماضي. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.